السلام عليكم بنات، ازيكم؟ النهارده ان شاء الله هعمل معاكم طريقه عمل سلطه سهله وبسيطه ومنعشه جدا، تنفع قوي جو الصيف والحر وكده. خليكم معايا وتابعوني عشان نعرف الطريقه كامله مع بعض. ولو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده قبل اي حد. ويلا بينا نبتدي ونعرف الطريقه كامله مع بعض. بجيب بولة وبحط فيها كوبايتين من الخس، وبحط عليها علبتين من التونة يكونوا متصفيين من الزيت او من محلول الملح اللي بيكون منقوع فيه. وكمان بجيب مخلل خيار وبقطعه حتت صغيرة حوالي 3/4 كوباية، وده يعتبر التتبيلة بتاعتنا، مش هتبلها باي حاجة تانية، هو مخلل الخيار بس اللي هزوده. وكوباية من الجزر يكون مبشور، بيدي لون برضو وقيمة غذائية حلوة. وكمان بجيب بقدونس حوالي 1 كوباية وبنزلها كمان عليه. وبجيب ذرة حلو اللي هو بيكون معلب، وبنزله هو كمان. السلطة دي جميلة جدا في وقت بقى الدراسة والمدرسة والصيف، يعني هتحس ان هي منعشة كده وجميلة ومغذية جدا. بجيب كمان 2 كوباية من اللبن الرايب وبنزلهم. لو ما عندكيش لبن رايب بتجيبي علبة زبادي كبيرة حوالي 170 جرام، وبتزودي عليها 1 كوباية كبيرة من الحليب، وبتدوبهم في بعض وبتنزليهم عليه. بس هو كده خلاص كل المكونات، بقلبهم كويس مع بعض تمام علشان كلهم ياخدوا الطعم وياخدوا القيمة الغذائية. التتبيلة بتاعت السلطة دي عبارة عن المخلل الخيار، في نسبة ملوحة وطعم حلو، هو اللي بيظبط الطعم بتاع الايه بتاع السلطة. كمان اللبن الرايب لما بتسيبي السلطة شوية، انت لو مثلا هتتغدي بيها بتعمليها الصبح، لو هتتعشي بيها بتعمليها ايه الظهر كده، يعني بتسيبيها شوية لغاية ما تاكليها تمام. كده خلاص بقلبها كويس وجاهزة معايا. بجيب طبق التقديم وبنزلها بقى، وكده خلاص جاهزة معايا. وخلاص كده الفيديو خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير لكل اصحابكم. ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وفكرة جديدة في قناتي، قناة هوم تيبس. والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.